السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الفرقة الثانية مادة Discrete Structures. كنا توقفنا في المحاضرة السابقة في بداية موضوع Mathematical Induction، وخدنا بعض الـ Examples. عاوزين نكمل على نفس الموضوع، نكمل الجزء اللي باقي لينا من الماثيماتيكال Induction. اتكلمنا ان الماثيماتيكال اندكشنز فكرته، الفكره الرئيسيه بتاعته زي ما قلنا كده، ان عندي عاوز اعمل بروف. هو طريقه من طرق ان نعمل بروفنج لريليشن معينه، بس الريليشن دي بتبقى واخده اشكال معينه، زي مثلا الريليشن اللا متناهيه، غير متناهيه كده الى النهايه، وعاوز اثبت الريليشن ديت. فمثلا لو عندي ريليشن بهذا المنظر، بقول لك ان 1 بلس 2 بلس 3 بلس 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 2 ان ماينس 1 هي عباره عن ان ايه سكوير. فبالتالي عاوز اعمل بروفنج للريليشن اللي بالشكل دوت. فاحد الطرق اللي بنقدر نثبت بيها صحة هذه الريليشن اللي نستخدم ما يسمى ماثيماتيكال اندكشن. اتفقنا في الماثيماتيكال اندكشن اني بمر بثري ستيبس. ستيب نمبر 1 هو بيقول لي بروف ذا ريليشن ترو، اثبت لي ان هي ترو ات ان ايكوال 1، يعني عند الفيرست تيرم، عند الحد الاول. بمعنى ان انا اذا كان الحد الاول ايكوال 1، فلو جيت عملت سبستيتيوت في الترم اللي على الرايت هاند سايد، الجزء اليمين دوت ان سكوير عند ال ان ايكوال 1، فلاقيه يطلع برضه ب 1، فيبقى الليفت هاند سايد ايكوال 1، ده الترم الاول. والرايت هاند سايد لو جيت عملت سبستيتيوت فيه، فهيطلع برضه ايكوال اي 1. فبالحاله دي عملت بروف للريليشن ده، الكلام ده قلناه قبل كده يعني. يبقى الريليشن الاولى ان انا بقول لي ترو، ان انا نثبت ان الريليشن دي اذا ترو at n equal a 1، وانا هنا بدي لك الدومين بتاعك، بقول لك ان n greater than or equal 1 يبقى بدايتي عند n equal 1. فيا ترى n equal 1 يبقى بتكلم على الترم الاول، فهيطلع لي 1. ولو فعلا عملت substitute في الجنرال ريليشن فورم، الجزء الجنرال ده هيداني 1، ومن على الرايت 1 سكوير، 1 سكوير equal 1، ف1 equal 1. يبقى بالتالي عملت كده بروف للريليشن ديت at n equal 1. ستيب نمبر 2 هو suppose the relation is true. suppose the relation دي، ان الريليشن دي is a true، هي صحيحه عند ال n equal a k. يبقى زي ما شبهناه بالسلم كده، وقلنا الاول n equal 1 اشبه بيه، هل الشخص ده بيطلع السلمه الاولى ولا لا. ثم بعد كده بقول بفترض ان هي صحيحه عند k ستيب، عند k. بناء ان انا افترضت هذا الافتراض، هنثبت بقى ان هي صحيحه برضو عند كي بلس 1. فبالتالي طالما هي انا فرض ان هي صح عند الكي، واثبتت ان هي صحيحه عند الكي بلس 1، يبقى بالتاكيد هي صحيحه ايه عند اي قيمه اخرى للكي. فستيب نمبر 2 بيقول لي سبوز ذا ريليشن از ترو ات ان ايكوال كي، وقلنا كل اللي احنا بنعمله هنقل الريليشن دي تاني، بس اشيل كل ان بحط مكانها كي، فشلت ان وحطيت كي، شلت الان وحطيت كي. الستيب نمبر 3 وهي الخطوه الاساسيه واللي بنبذل فيها المجهود، هي الخطوه الرئيسيه، بيقول لي بروف ذا ريليشن از ترو ات ان ايكوال اي كي بلس 1. طيب ودي بنعمل ايه؟ قلت لك الاول اوصل ازاي للترم اللي هو اسمه كي بلس 1. عشان اوصل للترم اللي هو اسمه كي بلس 1، فهننقل الريليشن دي تاني زي ما هي، ما قلتش اي حاجه. لكن كل اللي هيحصل ايه؟ ان اجي على الريليشن ديت، وادي اخر جزء او الجزء الاخير، اشيل كل كي واعمل سبستيتيوت عنها بكي بلس 1. اشيل كل كي واعمل سبستيتيوت عنها بكي بلس 1، فبيديني الترم الجديد اللي هو قيمه الترم كي بلس 1. فلو شلنا قلنا هنا الكي وعملنا سبستيتيوت with كي بلس 1، يبقى 2 في كي بلس 1، ادي اهي كي بلس 1، يبقى بالتالي 2 كي بلس 2، 2 ماينس 1 ايكوال 1، يبقى طلعت 2 كي بلس 1. الطرف اللي قلنا بنحطه في الشمال قلنا بنضيفه في اليمين، عشان يبقى ما ايه ما عملتش اي تعديل على الريليشن. هدفي بقى الرئيسي ان اخد هذا الجزء اللي انا وصلت له في ستيب نمبر 3. هدفي الان
ان اخد الجزء اللي انا وصلت له في ستيب نمبر 3 دوت، ايوه، وابدا اثبت ان هو بيساوي قيمه فين الريليشن، قيمه الريليشن لما نعمل سبستيتيوت في الهاند او الرايت هاند سايد عند الكي بلس 1. يبقى الهدف الرئيسي دلوقتي اللي انا هاخد الجزء اللي انا وصلت له في ستيب 3 وبنبدا نعمل ايه؟ نبدا نثبت ان هو بيساوي قيمه الجزء اليمين من الريليشن at n equal k plus 1. يبقى انا دلوقتي عاوز اثبت ان هذا الجزء بيساوي قيمه الريليشن ديت او قيمه the right hand side، يعني قيمه الطرف اليمين عند الكي بلس 1. تعالى كده لو عوضنا على جنب كده ال n دي شلناها وحطينا بدلها k بلس 1، يبقى قيمة الطرف الأيمن هو عبارة عن k بلس 1 a سكوير. طب إيه الهدف الرئيسي بتاعي دلوقتي؟ هدفي إني آخد الجزء ده وأبدأ أوصله ل k بلس 1. إذا وصل ل k بلس 1 أوفر أول سكوير، معنى كده إن الريليشن دي صحيحة، ويبقى أنا أثبتها إيه؟ إن الريليشن دي صحيحة بأسلوب الماثيماتيكال إندكشن. فتعالى نبص على الجزء ده. فانا قلت لكم دايما هيبقى عندي حاجه من اتنين، يا اما هنعمل فاكتورايزيشن يعني نعمل تحليل لمقدار معين، او نعمل توحيد مقام، او اي وسائل التبسيط العاديه اللي احنا اتعودنا عليها. فلو بصيت على كي سكوير بلس 2 كي بلس 1، قلنا في المحاضره السابقه ان دوت مقدار ثلاثي اقدر احلله على هذه الصوره، يبقى قوسين الاول كي سكوير يبقى كي في كي، وهنا دوت بلس يبقى بوزيتيف وبوزيتيف، وال 1 ديت عباره عن 1 في 1. وفعلا لو جيت ايه عملت الجزء القريب من بعض عملت له مالتيبليكيشن، وده هيديني فعلا في الاخر ال 2 كي. طيب لو انا قدرت افك ده المقدار الثلاثي وحللته ال كي بلس 1 وكي بلس 1، هي مش كي بلس 1 في كي بلس 1 مش هقدر اقول ان هي كي بلس 1 سكوير، يبقى اذا هذا الجزء اللي وصلت له عن طريق الماثيماتيكال اندكشن قدرت اثبت ان هو بيساوي ايه؟ كي بلس 1 سكوير. يبقى بالتالي ايه الطريقه ديت ايه صحيحه. خدنا برضو اكزامبل 2 في المحاضره السابقه، اكزامبل 3 بنفس الطريقه، وختمنا باكزامبل 4. كان اكزامبل طويل شويه، كنت بنثبت ايه ما يسمى بالباينوميال ثيرم، نظريه ذات الحدين او مفهوم ذي الحدين، ازاي نثبت ان هذا الجزء بيساوي هذا الجزء في الماثيماتيكال اندكشن. هنكمل برضو عليه وناخد برضو بعض الاكزامبلز كده تثبت لنا الفكره دي. فتعالى نشوف الاكزامبل بعنوان كويتشن 1. كويتشن 1 بيقول لي بروف باي اندكشن، اثبت لي الكلام ده باي ماثيماتيكال اندكشن ذات. عاوزني اثبت لك ايه؟ ان 13 باور ان ماينس 4 باور ان، اثبت لي ان هذا الجزء ماله از ديفيزابل باي 9. يعني لو سمحت اثبت لي ان هذه الريليشن هي divisible by 9، يعني تقبل القسمة على 9 for every integer n greater than or equal a 1. يعني بقول لك ان ال n الدومين بتاعي بادئ من عند ايه 1 up to infinity. هنتبع نفس الاسلوب اللي اتعودنا عليه، ال 3 steps. step number 1 هنتبع نفس الاسلوب وهو 3 steps. step number 1 prove the relation is true at n equal a 1. طب تعالى كده نشوف هل الريليشن ديت عند ال n equal 1 صحيحه ولا لا. هي امتى تبقى صحيحه؟ والله تبقى صحيحه لو الريليشن ديت عند ال n equal 1 الاقيها divisible by 9. تعالى كده نشوف عند ال n equal 1 يبقى 13 باور 1 minus 4 باور 1، يعني 13 ماينس 4 ايكوال 9. طب ويا ترى 9 ديت ديفيزابل باي 9 ولا لا؟ ايوه طبعا 9 على 9 ب 1 ديفيزابل، يبقى فعلا الريليشن دي صحيحه عند ال n ايكوال 1. ادي ستيب نمبر 1. ستيب نمبر 2 اتفقنا سبوز ذا ريليشن از ترو، افترض ان الريليشن ديت ترو ات n ايكوال k، وكل اللي احنا بنعمله اشيل ال n واحط مكانها k، يبقى 13 باور k ماينس 4 باور k ديفيزابل باي 9. ده مين اللي قايل الكلام ده؟ ده انا بقول لك سبوز ذا ريليشن ان الريليشن ديت مالها ترو عند ال n ايكوال كي. ستيب نمبر 3 وهي الخطوه الرئيسيه والمهمه، بروف
the relation، ايوه ان الريليشن ديت is true at n equal a k plus 1. ادي الريليشن بتاعتنا اللي هي عباره عن 13 باور كي ماينس 4 باور كي ستيب نمبر 2. وقلنا ستيب نمبر 3 ازاي بنكتبها؟ بننقل نفس الريليشن واشيل منها اي كي واحط كي بلس اي 1، عاوز اثبتها عند ال n ايكوال كي بلس 1. يبقى 13 باور كي بلس 1 ماينس 4 باور كي بلس 1. هدفي دلوقتي بقى اعمل ايه؟ هنا بقى الشغل دايما الخطوه الثالثه هي المجهود الرئيسي. هدفي دلوقتي ايه؟ هدفي ان نثبت ان هذه الريليشن ديفيزابل باي 9. عاوز اثبت ان هي ديفيزابل باي 9، او اثبت ان هي ديفيزابل باي 9 بالاستعانه بهذا السبوز، يعني بهذا الافتراض. انا في هنا اسامبشن، في اسامبشن حاطه بقول لك ان 13 باور كي ماينس 4 باور كي دوت سبوز انا مفترضه، فرض انا حاطه هايبوثيز عندي بقول ان هو ديفيزابل باي ايه؟ باي 9. طب يا ترى عند الكي بلس 1 هل هي ايضا ديفيزابل باي 9 ولا لا؟ تعالى نثبت الكلام ده ونشوف. طيب ايه راي حضرتك؟ من 13 باور كي بلس 1 دي اقدر افكها ان هي عباره عن 13 باور 1 تايمز 13 باور كي، صح؟ مش ادي عندي 13 13، لو جمعتهم كان يبقى هنا كي بلس 1 كي بلس 1. يبقى هنفك الجزء الاول دوت الى 13 باور كي تايمز 13 باور 1، نفس الكلام دوت هعمله هنا اهو، ماينس ماينس 4 باور 1 تايمز 4 باور كي. طب ايه راي حضرتك؟ لو رحت بصيت على الجزء ده وخليته زي ما هو 13 تايمز 13 باور كي، خليت الجزء ده زي ما هو ماينس ماينس اهي، ورحت بصيت على الفور كده، هي الفور ديت مش اقدر اكتبها في صورة 13 ماينس 9، 13 ماينس 9 ايكوال 4، مش هنقدر اعمل موديفيكيشن على الفور دي واكتبها بدلالة 13 ماينس 9. يبقى انا كده ما عملتش اي حاجه خطا، انا بس كتبت الفور ان هي 13 ماينس 4 ماينس 9 تايمز 4 باور كي. اشمعنى بصيت للفور؟ لان انا هدفي ان يفضل 13 ديت زي ما هي، لان انا عندي في الايكويشن كده لو بصيت على 13 باور كي فانا هدفي ده يفضل زي ما هو، وهدفي ان انا اطلع جزء فيه 9 عشان لما اجي ايه اوصله للديفيزابل يعني. فماشي الحال، فرحت الجزء دوت نقلته زي ما هو وقلت ان الفور ديت انا ممكن اكتبها على صورة 13 ماينس 9. طب وإيه اللي حاصل دلوقتي؟ رحت بصيت على الجزء دوت وقلت أنا عندي 13 تايمز 13 باور كي زي ما هو، ما عملتش فيه أي تعديل، ماينس ماينس يبقى ما فيش أي تغيير، وقلت أنا عندي الآن 13 ماينس 9 تايمز 4 باور كي، مش نقدر نوزع دلوقتي البراكت بتاعي ده، يبقى 13 تايمز 4 باور كي، وأنا كان عندي هنا ماينس بره يبقى ماينس في ماينس اصبح بلس 9 تايمز 4 باور كي. فلو جيت بصيت عندي هنا 13 هنا 13 فخدت 13 ديت كومن فاكتور، يبقى اتفضل لي من هنا كده ايه 13 باور كي، وتفضل لي من هنا نيجاتيف 4 باور كي بلس زي ما هو الجزء دوت 9 4 باور كي 9 4 باور كي. يا ترى هذا الشكل اللي انا وصلت له هو ديفيزابل باي 9 ولا لا؟ تعال نبص كده. ها يا ترى الجزء الاولاني دوت مش انا لسه اثبت، مش انا اثبت في الاثبات او قلت سبوز عندي افتراض في نمبر 2 ان 13 باور كي ماينس 4 باور كي هو ديفيزابل باي 9، يبقى اذا الجزء ده كده لو جيت اقسمه على 9، ها يا ترى الجزء الاول يقبل القسم على 9 ولا ما يقبلش؟ يقبل. طب مين اللي قال اللي يقبل؟ ده افتراض انا فرضه، بقول لك سبوز ان 13 باور كي ماينس 4 باور كي ديفيزابل باي 9، فانا وصلت اهو 13 باور كي ماينس 4 باور كي، يبقى بالتالي هذا الترم او هذا الجزء لو عملت له ديفيجن على 9 ايوه الجزء دوت هيختصر مع الجزء ده، او الجزء ده بيقبل القسم على ده. طب يا ترى الجزء الثاني دوت ديفيزابل باي 9 ولا لا؟ ايوه ده عباره عن 9 مضروبه في حاجه، عشان كده كان هدفي اخد الفور ديت واطلعها بدلاله ال 9، اطلعها بدلاله مين؟ ال 9. ايوه فعلا ده 9 تايمز حاجة، يبقى لو قسمتها برضو على 9 فيبقى الاثنين دول ديفيزابل باي بعض، يبقى اذا الترم ده بالكامل او الجزء دي ديفيزابل باي 9، يبقى اذا الريليشن بتاعتي هي ديفيزابل باي 9. تعالى ناخد الاكزامبل ده قلناه قبل كده، ده اعادة ليه؟ تعالى نشوفه كده الاكزامبل ايه 3 ده، الاكزامبل 3 اكزامبل جميل قوي في شكل
ماتريكس، فيفكرنا بالماتريسيز اللي درستوها في ماس 1، وازاي نطبق عليها ما يسمى بالماثيماتيكال ايه اندكشن، او نسبه حاجه بطريقه الماثيماتيكال اندكشن. بقى تعالى نبص على كويتشن ايه 3. كويتشن 3 بيقول لي ليت ايه، ليت ايه بيبقى ماتريكس، ماتريكس عندي الاي ديت ماتريكس عباره عن 3 1 0 2 ماتريكس 2 باي 2. يبقى الاي هي بتساوي هذه الماتريكس اي ايكوال كذا. بروف ذات اي باور ان ايكوال، اثبت لنا بقى اذا كانت الاي ايكوال الماتريكس 3 1 0 2. بروف ذات اي باور ان ايكوال 3 باور ان، 3 باور ان ماينس 2 باور ان، 0 2 باور ان فور ان جريتر ذان اور ايكوال اي 1. يبقى لو سمحت بستاذن حضرتك، اذا كانت الاي ايكوال ماتريكس 3 1 0 2 بروف a باور n ذات ايكوال 3 باور n 3 n ماينس 2 n سكند رو 0 2 باور n. نفس الماثيماتيكال اندكشن مش هيتغير. من جمال الماثيماتيكال اندكشن 3 ستيبس ما بنغيرهمش. ستيب نمبر 1 بروف ذا ريليشن ترو ات n ايكوال 1. كل اللي هعمله هروح على هذه الريليشن واثبت ان هي صح عند ال n ايكوال 1، ودي طبعا ابسط خطوه. هشيل كل n واحط بدلها 1، يبقى a باور 1 3 باور n، يبقى 3 باور 1 3 باور n 3 باور 1 ماينس 2 باور n ماينس 2 باور 1 0 0 2 باور n يبقى 2 باور 1. يلا بينا نشوف a باور 1 ايكوال ايه، a 3 باور 1 3 3 باور 1 ماينس 2 باور 1 يعني 3 ماينس 2 يبقى ايكوال 1 0 0 2 باور 1 ايكوال 2. يبقى فعلا اثبتنا ولا لا؟ فعلا اهو a باور n عند ال n ايكوال 1 صح؟ مش ده اللي انا عملته؟ طلعت لي ماتريكس، مين الماتريكس اللي طلعت لي؟ اللي هي 3 1 0 اللي هي مين؟ ال a. يبقى فعلا الماتريكس ديت صحيحه عند ال n ايكوال 1. يبقى لما جيت عملت سبستيتيوت ب a ايكوال 1 معناها ايه؟ فطلعت لي ماتريكس. طب الماتريكس اللي طلعت لي ديت هي عباره عن مين؟ قيمه الايه اللي انا مديها لك دي. يبقى معنى كده ان الماتريكس دي لما نيجي نعوض فيها عن a باور 1 يبقى عباره a باور 1 ايكوال a، فالطرف اللي طلع لي هو نفس الماتريكس a، يبقى الماتريكس ديت او الريليشن ديت صحيحه عند ال n ايكوال a 1. يبقى دي الخطوه الاولى، كل اللي انا عملته هشيل اي ان واحط بدلها 1، شلت اي ان وحطيت بدلها 1، لقيت لي طلعت لي الماتريكس ايه اللي انا معرفها لك فوق، يبقى الريليشن الاولى او ستيب نمبر 1 صحيح. يلا ستيب نمبر 2. هي ايه ستيب نمبر 2؟ قلنا بفترض ان الريليشن ديت صحيحه عند ال n ايكوال كي، ده افتراض من عندي. يبقى سبوز ذا ريليشن از ترو ات n ايكوال كي. طب ودي بنعمل فيها يا دكتور؟ قلت بشيل كل n واحط مكانها كي، يبقى a باور كي ايكوال 3 باور كي. شيل كل n واحط مكانها كي، 3 باور كي 3 باور كي ماينس 2 باور كي 0 2 باور كي. يبقى بمنتهى البساطه كل اللي انا عملته شلت اي n واحط كي. ستيب نمبر 3 وهي المهمه، بروف ذا ريليشن. هذه الريليشن بتاعت مالها؟ ترو ات n ايكوال كي بلس 1. يلا بينا هشيل اي n واحط مكانها كي بلس 1، او من اللي قدامي دي بدل ما اطلع فوق واشيل ال n واحط كي بلس 1، ما هو قدامي دي ايه عند الكي بلس 1، هشيل الكي واحط كي بلس 1. يبقى ادي الاي ايه كي بلس 1. خلينا الاول نبدا من هنا، يبقى ادي الاي باور كي، اشيل الكي واحط كي بلس 1 بتساوي كل كي بقت كي بلس 1، كي كي بلس 1 كي كي بلس 1 كي كي بلس 1. نبدا بقى نبسط الامور دي شويه، مش انا وصلت دلوقتي ان ايه كي باور ايه باور كي بلس 1 بتساوي الماتريكس دي. هو انا مش هقدر اكتب ان a باور k بلس 1 اكتبها على صوره a باور 1 تايمز a باور k، يعني اوزع الاسس. ايوه ينفع، يبقى a باور 1 تايمز a باور k. طب مش ال a ديت حضرتك مدهاني فوق في السؤال بتقول لي a بتساوي 3 1 0 2؟ ايوه، فشلت ال a وحطيت بدلها الماتريكس اللي هي 3 1 0 2. طب وفين ال a باور k؟ ما حضرتك انا عامل لها سبوز في ستيب نمبر 2، ادي قيمه الاي باور كي، رحت نزلت الاي باور كي. تمام، تعالى نعمل الاسهم دي مره ثانيه. يبقى بص كده ستيب نمبر 3، قلت ان الاي باور كي ديت هوزع الباور بتاعها، فعباره عن ايه اي باور كي.
طب جبت منين الاي دي يا دكتور؟ جبت الاي من الميتريكس من الكويتشن ذات نفسه، تقول لي ان الاي 3102 يبقى ادي الاي. طب جبت منين اي باور كي؟ ما حضرتك اي باور كي ديت هي عباره عن اي باور كي اهي، ما انا سفرتها في الافتراض رقم 2. يبقى شلت الاي وحطيت الميتريكس، وشلت اي باور كي وحطيت الميتريكس اي بتاعتها في الافتراض الثاني اللي انا بفترض ان هي ايه حاجه صحيحه. هنبدأ نطبق شوية الماتريسيز اللي احنا اتعلمناهم. ايه شوية الماتريسيز؟ عندي ماتريكس مالتبلاي في انذر ماتريكس. ازاي كنا بنعمل مالتبليكيشن لتو ماتريسيز؟ كنا بناخد الفيرست رو ونضربه في كل الكولمز، ثم بعد ما اخلص الفيرست رو مع كل الكولمز اخد السكند رو مع كل الكولمز. طب جميل، يلا بينا. يبقى هنضرب الفيرست رو في الفيرست كولم، يبقى 3 تايمز 3 كي، 3 تايمز 3 كي، 1 تايمز 0 ب 0. يلا بينا ناخد الفيرست رو مع السكند كولم، يبقى 3 تايمز 3 كي ماينس 2 كي اهي. بص عليها كده من غير ما تتلخبط، يبقى 3 تايمز 3 كي ماينس 2 كي فهي 3 تايمز 3 كي ماينس 2K، ورحت وزعت بالمرة قلت هي كانت عبارة عن كده 3 وتايمز 3K ماينس 2K، قمت وزعت ال 3 مرة ضربتها هنا وال 3 مرة ضربتها هنا، يبقى 3 تايمز 3K ماينس ماينس 3 تايمز نيجاتيف 2K. طيب أنا بضرب إزاي؟ قلنا أهو بنضرب الأول في الأول والتاني في التاني، يبقى 1 تايمز 2K في 1 تايمز، انا اسف، فين احنا؟ فين ادي الفيرست رو في السكند، الفيرست رو في السكند ايه كولم، يبقى تمام. يبقى اذا انا فوتت ماتريكس وانا شغال، يعني خلفت وبصيت، احنا ايه لسه في ماتريكس، ما بصيت على اللي تحت على طول. يبقى اذا بيقول لي ايه كي بلس 1 فكناها الاي تايمز اي كي، فعباره عن تو ماتريسيز. قلنا هنضرب الفيرست رو في الفيرست كولم، يبقى 3 باور 3 كي ادي 3 تايمز 3 كي، و1 تايمز 0 ب 0. هناخد برضو الفيرست رو مع السكند ايه كولم، يبقى 3 تايمز 3 كي ماينس 2 كي، عملها فوق لوحدها من غير ما يوزع على طول، فقلنا يبقى 3 تايمز البوينت الاولى 3 باور كي ماينس 2 كي، و1 تايمز 2 كي يبقى الكلام دوت بلس 2 باور كي 2 كي. يلا ننزل على السكند رو مع الفيرست كولم، يبقى السكند رو مع الفيرست كولم 0 تايمز 3 كي ب 0 بلس 2 تايمز 0 0، يبقى النتيجة في الاخر مين؟ 0. هناخد السكند رو مع السكند كولم، الاول يتضرب في الاول بلس الثاني هنا يتضرب في الثاني، زيرو تايمز اي حاجه تبقى زيرو فاختفت، بلس ايوه 2 تايمز 2 كي ادي 2 تايمز 2 كي، فيبقى وصلنا للمتريكس دي. على كده من المتريكس دي نشوف لو حاجه عايزه تتوزع نوزعها، 3 تايمز 3 كي زي ما هي، زيرو زي ما هو، هنا عند ال 3 نقدر نوزعه على هذا البراكت، يبقى 3 تايمز 3 كي ادي 3 تايمز 3 كي نيجاتيف نيجاتيف، 3 تايمز 2 كي 3 تايمز 2 كي بلس 2 كي، واللي تحت دوت زي ما هو، ما فيش اي حاجه نقدر نعمل لها توزيع ولا حاجه. وصلنا لدي، تعال نبص على اللي بعدها. عندي هنا 3 وعندي هنا 3، البيزك بتاعنا او البيز الثابت اهو، يبقى نقدر نجمع مين؟ الباورز، يبقى 3 وهنا باور 1 وهنا كي، يبقى كي بلس 1 0 زي ما هو. تعال نبص كده على هذا الجزء، ادي هنا 3 وادي هنا 3، يبقى نقدر نجمع الباورز بتاعتنا او الاسس، يبقى 3 وكي بلس 1 ماينس، دي زي ما هي ما لقيتلهاش اي حاجه تفيدنا، فادي 3 تايمز 2 كي بلس 2 كي، وهنا برضو ادي 2 وادي 2، يبقى نقدر نجمع الباورز يبقى كي بلس 1، فوصلنا لدي 3 بلس كي زي ما هي، والزيرو زي ما هو، و2 كي باور كي بلس 1 زي ما هو. تعال نبص على الجزء اللي فوق ده، هو ده الجزء اللي هتغير، 3 باور كي بلس 1 خلاص مش هقدر اعمل لها حاجه، ماينس ماينس ايه اللي حاصل؟ عندي 2 كي وعندي 2 كي، يبقى نقدر ناخد 2 كي كومن فاكتور، خدنا 2 كي من هنا كومن فاكتور اتفضل لنا 3، والنيجاتيف ده داخل على الاثنين، يعني يبقى بالتالي
خدنا من هنا 2K common factor، اتفضل لي مين؟ ال1. اتفضل لي الايه؟ ال1. ها؟ يبقى انا خدت من هنا 2K common factor، فهنا كده لو قسمت الكلام دوت على نيجاتيف 2K فهيتفضل لي 3 نيجاتيف اوفر نيجاتيف، يتفضل لي وهنا بوزيتيف اوفر نيجاتيف يبقى بوزيتيف، و2K اوفر 2K عبارة عن 1. يبقى وصلت لآخر شكل اللي هو عبارة بيقول لي AK بلس 1 على هذه الصورة. كويس جدا، تعال نبص على الاثنين دول. يا ترى نقدر نبسط ديت؟ ادي 3 باور كي بلس 1 زي ما هي و0 زي ما هو، خلاص هعمل لها ايه؟ 3 باور كي بلس 1، 3 باور كي بلس 1 نيجاتيف 2 باور كي في 3 ماينس 1، اقدر ابسطها؟ 3 ماينس 1 يعني 2، يبقى دي اصبحت عباره عن 2 باور كي تايمز ايه؟ 2 اللي تحتها زي ما هي، مفيش تغيير، فوصلت للجزء ده. طب ايه راي حضرتك؟ ادي 3 باور كي زي ما هي وال0 زي ما هو، و2K بلس 1 هي 2K بلس 1. تعالى كده نبص على دي 3 باور K بلس 1 ماينس، ها ايه رأي حضرتك؟ هنا 2 وهنا 2، مش نقدر نجمع الباورز؟ كأن الباور هنا 1، يبقى نقدر نجمعه ونقول ان K بلس 1 ب K بلس 1، فوصلت للصورة النهائية اهو. يبقى قدرت اثبت ان AK بلس 1 بالماثيماتيكال اندكشن هي في الاخر عبارة عن 3K بلس 1 0 3K بلس 1 ماينس 2K بلس 1 اوفر 2K بلس 1. يبقى ده اللي انا قدرت اوصل له بالماثيماتيكال اندكشن. تعالى كده نشوف هل الكلام ده هقدر اوصل له لو عملت تعويض مباشر عن ال n هنا ب k بلس 1؟ ايوه، ما ده اللي انا عملته اهو. لو وصلنا هنا كده بالتعويض المباشر، لو عوضت تعويض مباشر عن ال n ايكوال k بلس 1، يبقى دي k بلس 1 k بلس 1 k بلس 1 k بلس 1، ما هو اللي هو المنظر اللي احنا وصلنا له ده، ما هو اللي انا وصلت له بالماثيماتيكال اندكشن، k بلس 1 k بلس 1 k بلس 1 k بلس 1. يبقى فعلا ايه؟ k بلس 1 بتساوي الميتريكس ديت اللي انا لو عملت لها تعويض مباشر هوصل لنفس النتيجه. يبقى معنى كده ان بالماثيماتيكال اندكشن قدرت اثبت ان a باور n ايكوال 3 باور n، 3 باور n ماينس 2 باور n، او ايه ان الريليشن دي صحيح، ان انا قدرت اثبت ان هي عند ال كي بلس 1 صحيحه. يبقى بالتالي طالما انا فارض ان هي عند الكي صحيحه، وبناء عليه اثبتت ان هي عند الكي بلس 1 صحيحه، يبقى هي عند اي قيمه اخرى صحيحه، يبقى هي عند قيمه اخرى وليكن الان برضو ايه صحيحه. فدوت برضو ايه اكزامبل من الاكزامبلز الكويس. ماشي الحال، اوكي. يعني بقيه الاكزامبلز ايه؟ احنا خدنا هذا الاكزامبل في المحاضره، في منهم خدناه في المحاضرة وفي منهم شرحناه النهاردة، وده برضه خدناه قبل كده. فآدي مجموعة من الإكزامبلز ممكن بقى إيه تمرنوا نفسكم عليها بنفس إيه الفكرة، وإن شاء الله المحاضرة القادمة إذا في أي إكزامبلز من دول محتاجين له شرح ولا حاجة برضه نشرحه لكم قبل ما نبدأ، أو نبدأوا في موضوع جد. كل التوفيق ليكم، ونلقاكم الله إن شاء الله بإذن الله في المحاضرة القادمة.